بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ محاضرتنا اليوم بمشيئة الله حنأخذ اليوم الطريقة الثانية لحل المعادلات التفاضلية من الرتبة الثانية ذات المعاملات المتغيرة حنأخذ طريقة التحويل إلى الصورة القياسية حنأخذ التحويل تحويل إلى الصورة إلى الصورة القياسية هنأخذ هذه المعادلة برضو هنكتب الشكل العام ممكن تقول لي الشكل العام وأقول لكم حولوها إلى الصورة القياسية إذا ممكن السؤال يأتيني بشكل عام ممكن تقول لي مسائل P of X في المشتقة الأولى زائد Q of X في Y ويساوي R of X هذه المعادلة بشكل عام حنحولها إلى الصورة القياسية وبعد كده نحل هذه نوجد الحل للصورة القياسية التي سوف نصل إليها طيب نسوي المعادلة واحد طيب ايش اللي حنعمله بالضبط؟ نفرض ان حل هذه المعادلة y يساوي u في v حنفرض ان الحل يساوي u في v وبعدين ايه؟ حنفرض الحل بهذا الشكل حيث اليو دالة اختيارية طبعا هذه دالة في x دالة في x وهذه دالة اختيارية دالة اختيارية طبعا فرضنا أن الواي هنا حل هذه المعادلة إذن هذا الحل يحقق لي هذه المعادلة وبالتالي هحتاج احسب المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. يلا نحسب المشتقة الأولى. المشتقة الأولى هي حتكون عبارة عن إيه؟ حطبق ايش من قانون هنا في الاشتقاق؟ ضرب دالتين، حقول الأول ممتاز الأول لاحظ ممكن يجي لي السؤال بهذا الشكل، تجي بشكل عام، وأقول لكم حولوا للصورة القياسية. وأجيب المسألة بهذا الشكل. يعني ممكن يجي لي السؤال الاشتقاق أو الاستنتاج أو مسألة. إذا الأول في مشتق الثاني زائد الثاني أهو في مشتق الأول. أو اشتقاق بسيط طبقنا قانون ضرب دالتين مشتق الضرب دالتين. أحتاج برضه إيه المشتق الثاني. إذا حكتب إيه؟ حشتق برضو حطبق قانون الضرب دالتين برضو حقول الأول في مشتق الثاني أنا لسه هنا حقول زائد الثاني في مشتق الأول اللي هو يو برايم زائد حقي هنا أطبق مشتق الضرب دالتين حقول برضو الأول في مشتق الثاني زائد الثاني اللي هو الفي واشتق اليو برايم واضح ايش اللي عملناه هنا بالضبط حجمع خلاص انا حسبت هنا المشتقه الاولى اهي هذا فيرست ديريفيتيف
وهنا حسبت المشتقة الثانية the second derivative. أجمع هذا إذا المشتقة الثانية أو المشتقة الثانية يساوي أو U زائد حجمع الحدين اللي هنا حدين إيه؟ 2 U برايم في V برايم زائد أروح أعوض الآن في المعادلة رقم واحد أعوض عن اليو ومشتقاته من الرتبة الأولى والثانية أعوض في المعادلة واحد يلا حبدأ أكتب المشتقة الأولى المشتقة الأولى يبقى يو في المشتقة الثانية حكتب هذا المقدار كما هو زائد 2 يو برايم في في برايم زائد يو دبل برايم في في هذا المقدار هو عبارة عن ايه؟ هذا المشتقة الثانية زائد بي اوف اكس في المشتقة الأولى المشتقة الأولى هيبقى عندي هنا يو في في برايم زائد يو برايم في في وهذه المشتقة الأولى زائد Q of X في Y والواي هي عبارة عن الحالة اللي فرضناها خطوات بسيطة جدا نستطيع لو قال لي هذا الإثبات نستطيع نحسبه بشكل بسيط ومضمون إذا رقم واحد قمنا بالتعميق بشكل مباشر الآن حجمع الحدود بالنسبة للفي للفي ومشتقاته لأن احنا في الحقيقة حجمع الحدود طبعا الار البي الكيو اليو الفي اللي دوال في اكس دوال في اكس احنا كاتبينها في اكس طيب حجمع الان حروح اشوف مثلا الحدود خلونا نكتبها في صفحة ثانية راح اشوف الحدود المضروبة مثلا في المشتقة الثانية ها ايش الحدود المضروبة في المشتقة الثانية كان عندي حد حد واحد زائد وبعدين راح اشوف الحدود المضروبة في المشتقة الأولى و بعد كده اشوف الحدود المضروبة في ايه في ال v وهذا كله يساوي ايش؟ r of x. اذا حنعمل ايش؟ تجميع بالنسبه لل v ومشتقاته. يلا هاتوا لي الحدود المضروبه في المشتقه الاولى حيكون ايه؟ 2 u برايم ها ايش كمان عندي؟ المضروب في u برايم bx في v. أو بي إكس في في ها في حدود بي إكس في يو بي إكس في يو ها في حدود أخرى مضروبة في في برايم ما أعتقد الآن نشوف الحدود المضروبة في الفي أول حد أهو المشتقة الثانية هنا عندي ها ثاني حد مضروب في الفي بي أوف إكس في يو برايم ايش في حد عندي في الاخير مضروب في ال في اللي هو كيو في يو ممكن نسميه اثنين معادلة اثنين الان حختار يو حختار
اختار يو بحيث معامل الفي برايم صفر. لكن قلنا الان نختار يو بحيث نختار اليو بحيث تحقق التالي معامل في برايم بزيرو، يعني بحيث اليو 2 يو برايم زائد بي اوف اكس يو يساوي زيرو. نعم، هنا ها كيو كيو يو كيو اكس، كنا نكتب كيو اكس او بدون الاكسات وخلاص، احنا عارفين دول في اكس ما فيش مشكله. نعم، الصوت بس ما سمعت، تفضل يا بنت. الخطوة دي نروح نجمع الحدود المضروبة في المشتقة الثانية بالنسبة للفي، ونروح نشوف الحدود المضروبة في مشتقة الفي، وهنا الحدود المضروبة في الفي. ماشي، يعني حرح أخذ الفي مشترك من الحدود التي توجد الفي برايم، وراح اخذ الفي مشترك من الحدود اللي توجد فيها في. ها واضح الان؟ طيب غالبا حنوضع معامل الفي برايم بالزيرو، وبالتالي حروح اختار يو بحيث تحقق هذه المعادله. طبعا الان هذه المعادله بسيطه جدا، لو كتبناها بشكل هذا هنستطيع. نعم، عشان نوصلها بالصورة القياسية لابد يختفي الحد هذا. فكيف اخفي الحد هذا؟ اجعل معامله بالصفر، بمعنى هختار لي هجعل معامله بالصفر، بمعنى هختار اليو الذي تجعل لي المعادله بالصفر. ليه؟ حتى اصل الى الصوره القياسيه، الصوره القياسيه حتكون بدون المقدار. ماشي؟ طيب، بالتالي انا هحل المعادله البسيطه هفصل فيها المتغيرات واحصل على قيمه الايه؟ على قيمه البي. هعمل ايه؟ هفصل المتغيرات، هجيب اليو هنا والدي اكس هنا. وكامل احق عندي هنا 2 ديو على يو زائد بي اوف اكس دي اكس ويساوي ايه؟ الصفر. ها الان عندي المعادله بمنفصله ايه؟ المغيرات. هكامل هنا بالنسبه ليو وكامل هنا بالنسبه لمين؟ يلا هاتي بالتكامل. حق ايش عندي هنا التكامل؟ هذه درستموها في مقدمة في المعادلات التفاضلية، درستم فصل المتغيرات في مقدمة في المعادلات. طيب هذه فصل المتغيرات، ها اتذكرنا ولا ناسين؟ فصل المتغيرات، فصل المتغيرات يعني عشان اكامل هنا ما ينفع اكامل يكون في عندي اكثر من متغير في التكامل، يعني هنا عشان كامل لابد يكون كله يوهات، هنا عشان كامل لابد يكون دي اكس بي اكس حاجه زي كده. طبعا هنا حيكون التكامل لو البي موجوده استطيع كامل، ما هيش موجوده البي حتكون بدلاله البي. يلا ها ايش ناتج التكامل اللي هنا؟ ممتاز، البسط مشتق للمقام، وبالتالي حيديني طيب هنا زائد هنا حيبقى بدلالة التكامل. هنا حيكون ايه؟ بدلالة الايه؟
بدلالة التكامل. طيب ومن ثم أستطيع هنا إيه؟ طبعا هنا ممكن أكتب سي، ممكن أختار السي بصف ما في مشكلة ثابت، ممكن أختار السي بصف. يلا طيب كيف نحصل على يو من هنا؟ هضع السي هنا بصف، بالتالي حيبقى عندي هنا ها كيف أحسب اليو؟ حروح كاتب 2 لين يو يساوي، وانقل هذا المقدار للطرف الآخر. ممكن أقسم على إيه؟ على 2، حيبقى هنا عندي إيه؟ نص. ها من ثم اليو حتساوي كام؟ أو إذا تريدوا هنا بالنسبة للسي حيبقى إيه؟ السي وأخذه بواحد ما في مشكلة. هنا بالنسبة للسي يعني مثلا حكتب إيه؟ حكتب لين سي. ها يبقى عندي زائد لين سي، بعدين حاخذه بواحد. طيب خلينا خطوة خطوة، حنساوي بكام؟ طيب حاخذ كيف نحسب اليو هنا؟ ايوه ما في مشكلة، احنا ممكن ناخذه، احنا ما نريد الثابت هنا، الثابت هنا مش حنحتاجه، فلو اخذناه بصفر خلاص خلصت. او حاخذ الان لما احسب اليو حيدي لي ايه؟ ها انا اخذ الاكسبنشال بالطرفين، حيبقى هنا ايش؟ يو، لانه عندي ايه؟ يو سلن يو حيديني ايه؟ يو. ها وهنا حيبقى عندي ايه؟ اي اس سالب نص بي اوف اكس دي اكس، وهنا حيبقى اي اس لين سي. ها حيبقى هنا اي اس لين سي، وهذا كله بكام؟ اب سي، ممتاز. وبالتالي ممكن اخذ السي بكام؟ بواحد. ومن ثم اليو الذي حتحقق لي هذه المعادلة يو تساوي اي اس سالب نص تكامل بي اوف اكس دي اكس. إذن هذه قيمة اليو اللي حتجعل لي معامل المشتقة الثانية للفي بصفر، وبالتالي أحصل على الصورة القياسية. يعني لو استطعت أجعل معامل الفي برايم صفر نكون حصلنا على ايه؟ على الصورة القياسية. وحنشوف في المثال الآتي. ايوه نعم ما في مشكلة اصلا، انا ثابت ما يهمني، ثابت ثابت حبقى 2 وبعدين يطلع هنا فوق يبقى نص، هذا ثابت في الأخير، أنا ما فيش مشكلة أسميه كله سي ولا كي ولا أي حاجة، يعني هو في الأخير ثابت. يعني لو أخذت النص حيبقى هنا إيش؟ نص، حيبقى السي والس نص، وفي النهاية إيش؟ كله ثابت. يعني في الأخير أنا ممكن أسميه كي وأخذ كي بواحد. طيب اليو اللي حصلنا عليها، هذه اليو اللي حصلنا عليها حنروح نعوضها في المعادله 2. ايش حيكون شكل المعادله 2؟ حيكون بالشكل التالي، اليو اروح اعوضها هنا، حيبقى اليو واشتق اليو وعوضها هنا، واشتقها مرتين واشتقها مره وعوضها هنا، وضعها هنا، ايش الناتج اللي بنحصل عليه؟ نحصل على الناتج التالي. طيب بدنا نقول ايه؟ بالتعويض عن اليو اللي حسبناه،
ومشتقتها والمشتقة الثانية في المعادلة اثنين. المفروض نحصل على الآتي. احنا حنطبقها إن شاء الله الآن على مثال حنشوفها بسيطة جدا. نحصل على يعني في الأخير المشتقة الأولى بالنسبة لـ V حتختفي. حنحصل على هذا الشكل. V دبل برايم في I of X في V ويساوي يعني حنحصل على معادلة أخرى أستطيع أحلها. سمي V ثلاثة. حيث الـ I of X يساوي Q of X minus minus نص B of X minus ربع B تربيع of X. والـ R اللي موجود هنا هي عبارة عن R على U. لأن حقسم هنا الجميع على ايش؟ على U. وبالتالي الـ R of X تساوي R of X على U. طيب في الحقيقة المعادلة ثلاثة بسيطة جدا. حتكون إما على صورة معادلة خطية، وإحنا المعادلة الخطية درسناها بالتفصيل في مقرر مقدمة في المعادلات التفاضلية، أو على صورة معادلة إيلر كوشي، برضو درسنا معادلة إيلر كوشي بالتفصيل في مقدمة في المعادلات التفاضلية. إذا حنقول إيه؟ المعادلة ثلاثة تكون على صورة معادلة خطية أو تكون على صورة معادلة إيلر كوشي. طب حناخذ مثال ونطبق كل هذا الكلام. حنشوف في المثال التعويض بالظبط. تروحوا في البيت، راح اعتبره هوم ورك عليكم. تروحوا في البيت هذه اليوم تشتقوها تمام، تجيبوا المشتقة الأولى والمشتقة الثانية وتضعوها في هذه المعادلة. ماشي، تضعوا اليو وتشطبوا، خلاص هذا المقدار بالصفر، انتهينا منه. ماشي، هذا المقدار بصفر، مش احنا وضعناه بصفر. ما انا اسالكم انتم، هذا واجب عليكم. فايش؟ نعم؟ ما انا لا اشرح لكم انتم. هذا خلاص بصفر. بص معي انت، هذا بصفر. فتحطوا اليو هنا وتحطوا مشتقة اليو الأولى والمشتقة الثانية. طبعا تبداوا تقسموا على يو، حتقليه هنا تحت الآر. ماشي، اذا نحن ايش؟ هذا الحد اختفى خلاص، قلنا هذا ايش؟ معامله بصفر، اذا الحكم غير موجود. فانا حروح ايه؟ رقم واحد حقسم على اليو، حتقليه فين؟ تحت الآر. ماشي، وبعد اروح هنا احط اليو هذه الداله الاسيه، وحط مشتقتها هنا وحط مشتقتها الثانية هنا، خلاص وانتهت المسألة. ها
هذا حاعتبره هومورك عليكم، بسيط جدا ما فيش اي صعوبه. طيب تعالوا للمهم، نطبق هذا الكلام على المثال. عندي مثال، المثال في الحقيقه حيوضح لنا كل الكلام هذا. المثال يوضح لي كل هذا الكلام. حقول ايه؟ بالتحويل الى الصورة القياسية، أوجدي حل أو الحل العام للمعادلة التفاضلية أوجدي الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية. إيش المعادلة؟ AX تربيع في المشتق الثاني ماينس 2X في المشتقة الأولى زائدا X تربيع بلس 2 في y ويساوي x تكعيب في سيكان x، وال x اكبر من الصفر. الحل بالتحويل الى الصورة القياسية، اوجد الحل العام للمعادلة التفاضلية الآتية: x تربيع مشتقة الثانية ناقص 2xy برايم زائد x تربيع زائد 2 في y يساوي x تكعيب في سيكان x. رقم واحد، حنجعل معامل المشتقة الثانية بواحد، نفس المحاضرة السابقة، ننتبه للنقطة. رقم واحد، نجعل معامل المشتقة الثانية بواحد. ها ايش نعمل بالضبط؟ ها عشان اجعل معامل المشتقة الثانية بواحد نعمل ايه؟ ممتاز، حقسم جميع الاطراف على اكس تربيع، والاكس اكبر من الصفر. انا مطمن انها ما تساويش الصفر. اذا لما اقسمنا على اكس تربيع حيديني ايه؟ المشتقة الثانية. طيب هنا حشتاق على اكس تربيع حيدي لي ايه؟ اذا 2 اكس هي المشتقة الأولى زائد ها حيبقى عندي هنا ايه؟ اكس تربيع زائد 2 على اكس في واي. ها لما اقسم الطرف الآخر على اكس تربيع حيتبقى ايه عندي؟ اكس اكس. ها ممتاز. طيب ها كذا واضح. طيب طبعا مهم جدا لان الان حاحتاج احدد البي اوف اكس والكيو اوف اكس. طيب هتبع نفس الاجراءات اللي قلناها في الاثبات قبل قليل، هتبع نفس الاجراءات تماما. قلنا ايه؟ نفرض ان واي تساوي كام؟ قلنا واي تساوي ايه؟ يو في في. طيب طبعا انا عندي خلاص حددت البي اللي حتكون ايه؟ ها
البي اوف اكس قلنا هي عباره معامله ايه؟ ها البي اوف اكس معامل الواي برايم. اذا حتكون هنا البي اوف اكس تساوي سالب 2 على اكس. اذا البي اوف اكس بسالب 2 على اكس، ممتاز. ها اعمال الكيو اوف اكس هتساوي ايه؟ اكس تربيع زائد 2 على اكس تربيع، ممتاز. ها اكس تربيع نستطيع نوزعها لو نريد، زائد 2 على اكس تربيع. اعمال الار اكس بكم؟ ها الار اكس اللي هو الطرف الاخر، لاحظوا انا غلطت، اي خطا حيعقد الايه؟ اي خطا حيعقد المساله. اذا يبقى عندي هنا اكس في سيكان اكس. حددت الاشياء اللي قد احتاجها. طيب احنا قبل قليل اثناء الاثبات استنتجنا ان اليو تساوي كان، ها اروح اكتبه مباشرة. طبعا لو طالب انا ست تروح تحسبها ما في مشكلة، لو احنا لسه فاكرين هنقول اليو يساوي اي اس، هذا اللي استنتجناه قبل قليل، اي اس ايه؟ سالب نص بي اوف اكس دي اكس. طبعا لو جالكم في المثال خلاص مباشرة نكتبه، لكن لو طلبتوا الاثبات تثبتوا. طب هذا يساوي، اروح مباشرة اعوض وكامل، حيبقى اي اس سالب نص ها البي اوف اكس ايه؟ شوفوا ننتبه للاشارات، لا ناخذ ايه؟ البي اوف اكس مع الاشارة، حيبقى سالب 2 على اكس دي اكس. ها استطيع اطلع الثابت برا، يبقى معي ايه؟ سالب مع سالب، 2 مع 2 يتبقى معي ايه؟ 1 على اكس دي اكس. ها وش ناتج التكامل؟ ها 1 على اكس حتى بلين اكس، اذا عندي اي اس ناتج التكامل لين اكس. ها وانا عندي اكس اكبر من الصفر، اذا اليو حتكون بكام؟ برافو. اذا اليو لان انا عندي في الخواص اي اس لين اكس باكس، واكس اكبر من الصفر، خاصيه من الخواص يعني الداله الاسيه عكسية الدالة اللوغاريتمية الطبيعية. إذا اليو عندي الإكس، طيب خلاص حسبت اليو، حسبت اليو، الآن أحسب المشتقة الأولى لليو والمشتقة الثانية وأعوض في المعادلة. هحسب المشتقة الأولى والمشتقة الثانية وراح أعوض فين؟ في المعادلة. إذا اليو إذا الواي اللي قلنا عليها تساوي يو في في، أهي اليو بإكس يلا الآن حوجد المشتقة الأولى والمشتقة الثانية وأعوض فين؟ في هذه المعادلة. يلا ها نعرف نحسب المشتقة الأولى. يلا هات المشتقة الأولى. الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الإكس بكم؟ إذا المشتقة الأولى، إذا المشتقة الأولى يساوي إكس في برايم زائد ايه؟ ها واضح الاشتقاق هنا. الآن أوجد المشتقة الثانية، هشتق هنا مضروب دالتين، هشتق ايه؟ مضروب دالتين، هيبقى الأول في مشتقة الثاني
زائد الثاني هكتبه كما هو واشتق الاكس بكم مشتقه الاكس واحد زائد ايه ها زائد ايه برافو اذا المشتقه الثانيه هتساوي ايه ها هيساوي اكس في في برايم زائد 2 في برايم عريض كذا في الاجابات لما تجيبوا في الاختبار عندما نحصل على الاجابه النهائيه راح كاتبها بهذا الشكل وارتبها بهذا الشكل ها طيب الان نروح نعوض فين؟ نعوض في المعادله الاساسيه او فين نعوض في المعادله التي جعلنا معاملها بواحد خلينا احنا نسميها ايه؟ نسميها مثلا ستار اذا نعوض ها زميلتكم اللي سالت قبل قليل عن الاي اوف اكس الان بيطلع عن الاي اوف اكس هنعوض عن الواي وواي برايم ودبل برايم في المعادله ستار ها هنحصل على ايه؟ نعوض خطوه خطوه ها ابدا اعوض عن المشتقه الثانيه هي المشتقه الثانيه اكس هي المشتقة في برايم دبل برايم بلس 2 في برايم ماينس 2 على اكس في ها وعوض عن المشتقة الأولى أنا عوضت هنا إذا الحين بقى عندي المشتقة الأولى إكس في في برايم زائد الفي زائد إكس تربيع زائد 2 على إكس تربيع وهعوض هنا إيه؟ هعوض عن الاكس في برافو هذا كله يساوي ايه؟ ها يساوي ايه؟ ها اكتب ايه؟ ايوه في سيكال اكس ممتاز نعوض هنا بشكل صحيح طيب لاحظوا معايا أنا في هذه المعادلة بعد التعويض يفترض معامل المشتقة في بصفر. إذا ما طلعش بصفر أروح أراجع حساباتي من جديد. واضح؟ عشان نعرف بس الخطوات. لأن إحنا افترضنا لما حسبنا اليو اخترنا اليو بحيث نجعل معامل المشتقة الثانية لفي بصفر. وبالتالي لما أجي أجمع الحدود حجمع الحدود المضروبة في المشتقة الثانية وفي المشتقة الأولى وفي الفي. بالنسبة للمشتقة الأولى الحدود اللي حتكون مضروبة فيها حتلاشي بعض يعني حتكون بصفر. نشوف هذا الكلام. نشوف أول حد اللي هو المشتقة الثانية. الآن التجميع بالنسبة للفي، إيش الحدود المضروبة فيها؟ المشتقة الثانية هذا الحد فقط أو إكس فقط. الآن نشوف الحدود المضروبة في الفي برايم. أفتح قوس وهنا القوس وأشوف الحدود المضروبة في الفي برايم. المفروض الحدود اللي هنا حتلغي بعضها وبالتالي حيكون معامل الفي برايم بكام؟ برافو. إذا هنا عندي في برايم هي مضروبة في 2. أجي هنا بصوا معايا هنا معامل في برايم بإكس
لما خشيت شي نحط اكس مع اكس يتبقى معايا ايه؟ اذا شغلنا كذا حساباتنا صحيحه. الحسابات الصحيحه هذا الحد حيتلاشى ولازم يتلاشى ولا يبقى ما استفدناش من هذه الطريقه خالص. اذا خلاص اتبقى معايا هنا ايه؟ ابص مع الاكس حيروح مع التربيع ويتبقى معايا ايه؟ اكس تربيع زائد اثنين على ايه؟ على اكس في ايه؟ اذا المعادلة اللي حتتبقى معايا حيكون شكلها ايه؟ المعادلة طبعا باقي كمان هنا معانا حد، نسينا الحد هذا. حكتب هنا ابص مع ناقص 2 على اكس في بي، يعني المفروض اجمعهم هنا. خلوني اكتب هذا الحد اهم. حيبقى ناقص 2 على اكس، وهذا كله مضروب في ايه؟ في بي. طب نشوف هذا الحد اللي جوه هنا حيتبقى لي ايه؟ يعني بصوا معايا هنا، عندي هنا اكس تربيع زائد 2 على اكس، وهنا عندي ماينس 2 على اكس. حوزع هنا اكس تربيع على اكس حيديني ايه؟ ها اكس تربيع على اكس يديني اكس، وهنا يدي 2 على اكس، وهنا سالب 2 على اكس. لان هذا حرف معادله يتبقى لي ايش؟ اذا راح يتبقى اكس في بي. يلا اذا اتبقى معايا خلاص، اي اذا راح يتبقى معايا ايش؟ اكس في المشتقة الثانية، وهنا تبقى معايا ايه؟ زائد اكس في ايه؟ في في، ويساوي اكس في سي سيكال اكس. بالفعل اكس مع اكس مع اكس تروح تتبقى لي ايه؟ هذه الصورة القياسية، هي في براي دبل براي زائدا في. احيانا يجي لي السؤال ايه؟ لحد هنا مراعاة للوقت في الامتحان، احيانا اقول ايه؟ اوجدي الصورة القياسية، يعني حنوقف هنا لانه الان حنحل هذه المعادلة. الان حنرجع مرة اخرى لمقرر مقدمة في المعادلات التفاضلية. الان ايوه كيف بص معايا بنتي، هنا عندي ايه؟ اكس تربيع زائد 2 على ها قصدك هنا. طيب هنا لما اخذ الفي مشترك هاخذ هنا الفي مشترك، خليني افتح قوس واخذ الفي مشترك. هاخذ الفي مشترك، ايش بقى معايا هنا؟ السالب 2 على اكس ماشي. طيب وحاخذ الفي هنا مشترك، اكس حتروح مع الايه؟ مع التربيع، يتبقى معايا زائد اكس تربيع زائد 2 على اكس. ها واضح الان؟ طيب حوزع الآن البسط على المقام هنا، إذا هذا يساوي سالب 2 على إكس، أوزع إكس تربيع على إكس حيدي لي إيه؟ إكس، وهنا زائد 2 على إكس، وهذا كله مضروب في الفي، فعندي المقدار ده يروح مع المقدار ده، يتبقى معايا إيه؟ ها
ها الطالبة اللي سألت واضح الآن؟ طيب خلاص طيب بالتالي حيتبقى لي هنا اكس اكس في دي حيتبقى لي اكس في دي عندي هنا اكس وهنا اكس واكس وعندي الاكس اصلا هي اكبر من السطح نستطيع نقسم جميع الاطراف على ايه؟ على اكس وبالتالي حصلت على الصوره القياسيه يعني هذه الصوره القياسيه اللي قلنا ايه؟ انها ممكن تكون ايه معادله خطيه او ايلر كوشي واللي حصلنا عليه ايه معادله خطيه. طيب الان هذه المعادله حنعود لمعلوماتنا التي درسناها في مقدمه في المعادلات التفاضليه. يلا تعالوا نرجع لمعلوماتنا التي درسناها سابقا. ها استطيع اكتب هذه المعادله ايه؟ المشتقه الثانيه هشيل احط بدالها دي تربيع زائد وعندي هنا في حيبقى هنا كام واحد ها واضح ايش عندنا هنا يعني لو كنا كتبنا ايه هذه خدناها في الحقيقة سابقا درسناها هذه اكس تربيع وهنا عندي في فهذا المقدار ايه ايش اللي نعمله بالضبط حعمل كده دي تربيع المشتقة الثانية زائد واحد وأثر فيه على الفي فالدي تربيع حستبدلها بإيه؟ دي تربيع المشتقة الثانية بدي تربيع وواحد كما هي وهنا في ها افتكرنا الحاجة الثانية هذا يساوي الطرف الآخر هذه معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية ذات معاملات ثابتة. لاحظوا هذه المسألة ممكن تجي لي في الاختبار واقول لكم اوجدوا حلها باستخدام طريقة تغيير البارامترات. ماشي؟ مش حقول لكم لا واي واحد ولا واي اثنين. في واحد ولا في اثنين. ها من تقول لي كيف نطلع في واحد؟ انتبهوا لهذه النقطة. لأنه جاءت مسألة لزميلاتكم في الفصل الماضي وما اعطيتهمش لا الفي واحد ولا الفي اثنين. ليش؟ قلت لهم لو كانت المعادلات ذات معامله ثابته حتركها عليكم تطلعوا انتم الفي واحد والفي اثنين لما نريد نحل المعادله باستخدام طريقه تغيير البارامترات. ها من يقول لي هنا في واحد في اثنين حتساوي كم؟ احنا لما نحل المعادله مش نبدا نحلها مش نبدا نحلها متجانسه. ها ايش المعادلة المساعدة هنا؟ اللي اخذناها زمان؟ المعادلة المساعدة مش ام تربيع زائد واحد؟ ها افتكرتم الكلام هذا؟ ها ايش حل المعادلة؟ حيبقى ان تساوي ايش؟ زائد او ناقص قدر سالب واحد. ها والقدر السالب واحد حستبدله بايه؟ حيبقى زائد او ناقص ا. فهذا درسنا احنا في المقدمه درسنا ثلاث حالات. وش درسنا ثلاث حالات؟ قلنا بحسب قيم الام
عندي معادلة مساعدة. كنا بحسب قيم من إن لو كانت إيه حقيقية، لو كانت إيه مركبة، لو كانت حقيقية مقسمة إلى قسمين، لو إم واحد لا تساوي إم اثنين، ولو إم واحد تساوي إم اثنين. قلنا التخيلية حيكون عندي إيش قدرين، إم واحد مثلا حنقول إيه ألفا زائد أي بيتا، وإم اثنين اللي هي مرافق إم واحد اللي هي ألفا ماينس أي ماينس أي بيتا. هذا أخذناه ودرسناه في محاضرات عدة، وقلنا الحل في الحالة حيكون إيه؟ في حالة الجذور الحقيقية المكررة، إيش حيكون شكل الحل؟ ها؟ قلنا سي واحد زائد سي اثنين إكس في إي أس، خلاص متساويين إي أس إم إكس. ها أنا أحاول أفكركم بس، وهنا قلنا الحل حيكون إيه؟ ها في حالة الجذور الحقيقية المكررة، إيش حيكون شكل الحل؟ سي واحد اي اس ام واحد اكس زائد سي اثنين اي ام اثنين اكس. ها اما في حالة التخيلية حيكون ايش شكل الحل؟ ها من تقول لي حيكون ايش شكل الحل؟ ايوه الفا اكس راح اخذ الجزء الحقيقي مضروب في ايه؟ في سي واحد كوزاين بيتا اكس زائد سي اثنين ساين بيتا اكس، حيث الالفا هو الجزء الحقيقي والبيتا هي الجزء التخيلي. ها افتكرتم؟ يعني احنا الان عمالين نشرح جزء قديم درسناه في السابق، ومع هذا أحاول أفكركم فيه. أنا عندي ثلاث قواعد بسيطة. طيب المسألة اللي معانا ايش ينطبق عليها من حالة؟ هل الحقيقية أو المركبة؟ برافو، إذا ينطبق عليها المركبة. الألفا كم في مسألتنا؟ لاحظوا الآن المسألة ها الألفا هنا بكم في هذه المسألة؟ يعني الجزء الحقيقي في الإم، الجزء الحقيقي الريل بارت للإم يساوي كم؟ الريل بارت للألفا يساوي كم؟ برافو صافي، ما في جزء حقيقي. أمال الجزء التخيلي اللي إيمجينري للإم اللي هو بيتا حيساوي كم؟ واحد، ممتاز. خلاص راح أعوض الآن هنا الألفا بصفر، حيبقى إي أس صفر بواحد، وأعوض على البيتا بكم؟ بواحد. ها إذن ها إذن الحل للمعادلة المتجانسة هنا حنقول واي اتش يساوي إي أس ألفا بصفر في سي واحد. ها إيش كتبنا؟ كوزاين، حيبقى كوزاين بيتا بواحد، أو بيتا هي بواحد، يبقى بيتا واحد في اكس زائد سي اثنين ساين اكس. ها كيف حصلنا على هذا الحل؟ طيب انا مثلا في الاختبار بجيب لكم مساله زياده واقول لكم باستخدام طريقه تغيير البارامترات او قد الحل، مش حجيب لك لا واي واحد ولا واي اثنين، طبعا هنا كل في. ها تتوقعوا في واحد هنا بكم؟ ها الآن حوجد الحل في وجود الطرف الآخر،
لا باستخدام طريقة تغيير البارامترات الذي أخذناه في المحاضرة الماضية. طبعا باستخدام طريقة تغيير البارامترات أحتاج لإيه؟ أحتاج الـ V1 والـ V2. ها فالـ V1 في مسألة الحكم كم؟ كوزين إكس. أما الـ V2 بكم؟ ساين إكس. انتبهوا هذه المسألة جاءت في الفصل الماضي اللي أجابوا عليها حوالي طالبتين أو ثلاث، وهي بسيطة. عرفنا جبنا الحل، قلنا بالـ V1 والـ V2 خلاص. الآن أستطيع استخدام يعني لما أريد الآن أحل المعادلة التالية اللي دي تربيع زائد واحد في V في وجود الطرف الآخر، هستخدم إيه؟ نستخدم مثلا طريقة تغيير البارامترات اللي أخذناها في المحاضرة الماضية. طبعا أنا محتاج لثبت الطريقة خالص، يعني احنا في المحاضرة الماضية لما استخدمنا طريقة البارامترات قلنا ايه؟ نحتاج نحسب الثوابت. حفرض حنقول نفرض في بي يساوي سي واحد، يعني بصوا معايا هنا السي واحد هعتبرها دالة في اكس، هتبقى ايه؟ سي واحد اكس. الواي واحد او الفي واحد اللي هي كوزين اكس، ايوه على اساس ان احنا حنستخدم طريقه تغيير البارامترات، وفي واحد هي حل المعادله وفي اثنين هي حل. تريدي تقولي هذه في اثنين وهذه في واحد، صح، ما فيش مشكله. ها الاصل انه عندي لا حل ولا حل، وهذه التركيبه الخطيه برضو حل المعادله من ديانسة. وهذا الكلام في الحقيقة احنا درسناه بالتفصيل في مقرر مقدمة في المعادلات التفاضلية. أنا الآن أشرح هذه المعادلات ذات معاملة ثابتة اللي درسناها سابقا. طب باستخدام طريقة تغيير البارامترات هذا الحل هعتبر الثوابت اللي هنا دوال في إكس. هبقى عندي هنا سي 2 إكس أو في في 1 سي 2 إكس في في 2 ساين إكس. خلاص وثبت. انا قلت لي في واحد خلاص اثبتها للاخير ما اقدرش اغير. طيب طبعا في طريقه تغيير الثوابت اريد احسب السي واحد واحسب الايه؟ السي اثنين. ها كم قلنا في المحاضره السي واحد تساوي ايه؟ طبعا في طريقه تغيير البارامترات عشان احسب السي واحد والسي اثنين لابد احدد الرونسكي وحدد الـ R of X. ها الـ R of X هنا عندي بكام؟ سيكال X. الـ R of X هنا بسيكال X. ها حسميه R of X. أو ممكن نسميه R واحد لأنه قد سمينا قبل كذا R X. ها حتبقى R X بسيكال X. أنا الآن أجهز المسألة عشان إيه؟ أوجد الحل الخاص باستخدام طريقة تغيير الثوابت أو البارامترات. طيب في المحاضرة الماضية كنا نحتاج في البداية نحسب إيه؟ الرونسكي الـ V1 أوف إكس و V2 أوف إكس. ها إيش يساوي الرونسكي؟ ها قلنا السطر الأول هو عبارة عن إيه؟ السطر الأول هو عبارة عن الحلول. السطر الثاني حيكون عبارة عن ايه؟ برافو. يعني كان احنا في محاضرتنا الآن راجعنا أشياء كثيرة. راجعنا المحاضرة الماضية، وراجعنا دروسنا التي درسناها في مقرر مقدمة في المعادلات التفاضلية. طيب، أنا عندي في واحد، الدكتور ما حدد ليش الفي واحد والفي اثنين، من فين أنا جبتها؟ جبتها من هنا.
من الحل للجلسة هذا في واحد وهذا في اثنين. طيب الفي واحد كأنه جاءت نفس هذه المسألة، بالفعل نفس هذه المسألة، الكوزين اكس ها؟ إذا هنا كوزين اكس ساين اكس، ايش مشتقة الكوزين؟ والساين؟ يلا نفكر نحدد، يبقى كوزين في كوزين ماينس ساين في ساين، ساين تربيع عندي هنا ماينس، تصبح الماينس هنا ايه؟ بلاس. ها اذا الرمسكي حيساوي كام؟ برافو. ها بالفعل جاءت نفس هذه المساله، نفس هذه المساله، اذا الرمسكي بواحد. طبعا الطالبات اللي اشتغلت في المساله بشكل جيد على طول ايه؟ أوجدوا الحل وبكل سهولة. طيب إذا السي واحد اللي قلنا في المحاضرة الماضية حيساوي تكامل إيه؟ هاش قلنا هنا ماينس إيه؟ هنا عندي واحد إذا نحطها هنا في اثنين. وهنا الرمسكي الفي واحد أوف إكس وفي اثنين أوف إكس، وهنا الآر أوف إكس، أنا عندي هنا سميته آر واحد. عشان بس ما نلخبطش مع ار اكس اللي قلناه قبل قليل. خلاص التكامل عندي جاهز، اروح اعوض الرونسكي قلنا بواحد، خلاص ما في عندي هنا مقام. والفي 2 بكام؟ انا حددت الفي 2 بساين اكس، حيبقى تكامل، ممكن اطلع السالب هنا لو اريد، حيبقى ايه؟ او ممكن نخليها جوا، حيبقى ساين اكس، مال الار واحد اكس بكام؟ ها كيف نكمل هنا؟ ها لاحظ المسألة في الحقيقة هي عبارة عن معلومات، السيكان اكس ايش مقلوبها؟ برافو، واحد على ها واحد على كوزان اكس، ممتاز. نخلي حق شرح قناة جمهور. ها التكامل اللي حيساوي ايه؟ ايش نلاحظ؟ البسط مشتق لمين؟ ممتاز، كذا كويسين. اذا راح يساوي لين المقام، لين كوزاين اكس. اذا السي واحد لين المقام. طيب ها طيب الان نشوف ايه؟ سي 2 خلاص انتهينا من سي 1 نشوف مع بعض سي 2 طبعا لين مقياس كوزان اكس ها سي 2 اوف اكس ايش كان نقول؟ هنا عندي 2 هنا حكتب في 1 عشان اتذكر بس 2 هنا في 1 والرمسكي للـ V1 of X والـ V2 of X وهنا R1 of X اللي الطرف الآخر للمعادلة. يلا تعالوا مع بعض نعوض. ها يساوي V1 احنا قلنا بكام؟ ها الـ V1 بكام؟ طبعا ما يحتاجش اعمل كذا لأنه المقام واحد. يلا كوزان اكس والار واحد، خلاص المسألة الآن أصبحت إيه؟ الآن المسألة أصبحت تكامل. ها كوزان اكس مع سيكان اكس يروحوا مع بعض ولا ما يروحوش؟ لأن السيكان بواحد على كوزان، السيكان بإيه؟ بواحد على كوزان اكس دي اكس. إذا حيبقى معي تكامل إيه؟ إذا سي 2 سي 2 حتساوي اكس، ممتاز. نعم سي 1 تساوي
ليش سالب؟ ايش مشتقة الكوزاين؟ طيب فالبسط مشتق المقام، اذا ناتج التكامل لن المقام، ماشي. السالب هذه اللي هي هنا انتهى. طيب وبالتالي نكون حسبنا الحل الخاص. اذا ال في بي يساوي سي واحد اوف اكس، وسي واحد حط العناب كام؟ بلن كوزان اكس، هاي سي واحد. في في واحد اللي هي ايه؟ كم كنا كاتبين في واحد؟ كوزان اكس زائد سي اثنين، هي حسبناها هنا، هي سي اثنين. في في واحد اللي هي ساين اكس. اذا الحل المعادله بالنسبه للفي حلقه ايه؟ الفي اتش حل المتجانسه زائد الحل الخاص. حل المتجانسه كم طلعنا؟ كم طلعنا؟ سي واحد في كوزاين اكس زائد سي اثنين في ساين اكس، هذا اللي هو ايه؟ هذا الفي اتش. اما الفي بي، ها الفي بي اهو لن كوزاين اكس في كوزاين اكس، ها زائدا اكس في ساين اكس. إذا حل الحل للمعادلة المعطاة حيكون إيه؟ مش إحنا فرضنا واي يساوي يو في في، واليو كم طلعناها؟ الآن أضرب هذا المقدار كله في إكس أحصل على الحل للمعادلة المعطاة. حضرب كل هذا الناتج في إيه؟ حضرب كل الناتج في إكس أحصل على المطلوب. يبقى اكس في، وجب هذا الكلام اكتبه هنا، سي واحد كوزاين اكس زائد سي اثنين ساين اكس زائد لن كوزاين اكس في كوزاين اكس زائد الحد الاخير. في الحقيقة احنا من يعني حل المعادلة وتعلمنا أشياء كثيرة. تعلمنا كيف نحول المعادلة إلى الصورة القياسية، تعلمنا كيف نحل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية ذات المعاملات الثابتة والتي درسناها وباستخدام طريقة تغيير البارامترات. تعلمنا بعض التكاملات، يعني المسألة الواحدة في الحقيقة تحوي أشياء كثيرة، وهذه طبيعة المقرر ومقررات الرياضيات بشكل عام. نحتاج بشكل كبير لجميع معلوماتنا السابقة، يعني مقررات الرياضيات لابد نحتاج لجميع معلوماتنا السابقة حتى نكون أشياء جديدة. يعني واضح الجديد معنا في البداية، بعد كذا كله إيش؟ شغل قديم. أي أسئلة أو استفسارات؟ نعم، مال الاختبار الصوت لو سمحت يا بنتي. انت تسالي عن ايش؟ عن الوقت ولا عن المساله؟ الوقت ربنا يسهل ان شاء الله. لا لا انا واثق انتم ما شاء الله يعني انتم كويسين وما في اي مشكله. تقصدي ايش بالنسبه للكويز؟ تبداون فين ما تشتوا؟ بحسب المطلوب. طبعا هذا الجزء ما في داخل في الاختبار. الاختبار هو الباب الاول والباب الثاني. الاختبار الفصلي حيكون الباب الاول والباب الثاني. الكويز حيكون الباب الاول فقط.
كيف؟ ربنا يسهل ان شاء الله يكفي الوقت. قولوا يا رب. ها اي اسئله؟ طيب شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.